اخبار النينجاتسو معاك ايه؟ والله زي ما انت شايف هو من ساعه ما انا بدات اتمرن نينجاتسو هو بدا عضلاتي وجسمي يتغير شكله. طريقه تعاملي مع الناس عموما بدات تتغير. بالك نما فيها كتير بقى لي فيها سنه ونص تقريبا. سنه ونص استفدت في السنه ونص ذهنيا طب ايه الموضوع؟ لان انا بحس ان الرياضه دي من الرياضات اللي بتحتاج للدماغ اكتر او للفكر اكتر من العضلات. لان هي فنيه الفكر مش العضلات قوي يعني. لان هي تعتبر فن اللي هو ازاي تفصص جسم اللي قدامك او تلعب في نقط ضعف اللي قدامك من غير ما تكون لازم تكون بادي بيلدينج او جسمك مهيئ وكل الحاجات دي لا. انت بس ازاي تعرف تتعامل معاه بشويه بيزكس اساسيين فيزياء فيها جزء من الفيزياء وفيها كل حاجه. كمان بتقوي ذهنك بتخلي استيعابك يزيد مع الوقت بتخلي حفظك يزيد لم تكنيكس كتير في دماغك بتحس ان انت تقدر تتعامل بيهم في ارض الواقع. فده خلاك اللي انت تتعلم وتستفيد اكتر وبقى الموضوع يخليك اللي انت بتشتغل ولا بتدرس ولا بتعمل؟ لا انا دلوقتي بدرس. بتدرس. هل الرياضه والدراسه جايين مع بعض ولا الموضوع كونفليكت يعني في مشاكل في القصه دي؟ لا خالص لو انت مجرد ما بتلعب اصلا اللعبه دي وبتنمي ذهنك بتعرف ازاي توفق بين الاثنين وخاصه لما تكون انت فن زي ده انت ما بتخش وبتقتنع بيه وبتصدقه وبيبقى جزء من حياتك فانت في كل حته زي ما السنسي محمد قال حتى وانت في الجامعه ممكن تتمرن ان هو كمان ليه جزء كبير سويدي ويعلمك كل حاجه تقدر تحتاجها في حياتك فلا ما تخشش على الاثنين على بعض ابدا. ما لعبتش ليه مثلا تايكوندو؟ والله هو انا لما جيت دخلت وسالت على عموما الفنون وتعرفت على فن النينجيتسو لما سالت لقيت ان النينجيتسو جمع اغلب الفنون مع بعض. جمع فنون كتيره متشعبه منها بحيث ان هي مدرسه عريقه وقديمه. جمع كل اغلب الفنون من انعكاسات مفاصل حاجات كتير فلما لعبتها ما احتجتش ان انا اخش في مدرسه ثانيه وخاصه ان انا رياضي مثلا بقى لي فتره كبيره اكتر من سنه ونص بس لما وصلت للنينجيتسو حسيت ان هو ده الهدف بتاعك هو ده لان خاصه لما انك تنمي ذكائك احسن ما تنمي جسمك بعد سنه ونص دلوقتي بقى بتعرف تمشي على الحيط وتطير في الهواء لا هو مفيش الكلام ده قوي يعني دي بس حاجات كده الناس بتفضل تتبعك بيها يقول لك ايه ده انت نينجا تجري بقى وتطير في الهواء وتعمل حركات دي لا لا مفيش الكلام ده بالشكل بس هو في جزء عندنا مخصص برضو باركور كده اللي هو قتال هوائي بس مش باركور شو استعراض لا ازاي تدافع عن نفسك بطريقه فن الهرب يعني مثلا دخل عليك 15 واحد انت هتعمل ايه؟ ممكن تقدر على خمسه تقدر على اثنين بس مع الوقت انت دلوقتي هتعمل ايه؟ لازم يكون عندك فنيات كمان للهرب عندنا فنيات كتير لازم تبقى متقن جزء من كل حاجه. اخبار الادوات ايه بقى؟ استخدمت الادوات في تمرينك وايه ممكن الاداه اللي انت تبقى شايف اللي هي من الادوات اللي انت مشجعه بالنسبه لك اللي انت تحب تتمرن بيها يعني. والله هو عشان ساموراي ونينجا فالسيف كاتانا تقريبا هو افضل سلاح في اللعبه بالنسبه لي يعني من وجهه نظري بس هو عموما انا اتمرنت بسلاح كتير اتمرنت بسيف كاتانا بالهامبو اللي هو عصايه ونصها واتمرنت شوريكن وبوشوريكن والسندان كل الحاجات دي ما تقدرش دلوقتي اثبت على سلاح يعني لازم الم كله بحيث ان اجمع كله بحيث ان انا اللي يتاح ليا في الشارع يعني مثلا انا ماشي في الشارع ما لقيتش قصادي ادافع عن نفسي قصاد كذا واحد غير عصايه مثلا. رياضتكم رياضه هجوم ولا دفاع؟ والله هو انت ما تقدرش تقول كده يعني مفيش رياضه ينفع هجوم بس او دفاع بس لا انت لازم تتعلم الاثنين انت رياضتك استراتيجيه لازم تفهم تعرف امتى تهجم وانت تدافع خير الهجوم الدفاع